للحديث عن تشظي العملية السياسية في العراق والصراع على كرسي رئاسة الحكومة بين الميليشيات والأحزاب السياسية في البلاد، معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، بداية مرحبا بك. يعني كما توقع مراقبون، توجه وفد من ميليشيات العملية السياسية إلى إيران لحل الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ولكن هناك مقولة لمقتدى الصدر قال بأن الحكومة يعني قرارها عراقي وهي لا شرقية ولا غربية، كيف تنظر إلى ذلك؟ تحياتي لك ولمشاهديكم الأكارم. الحقيقة هو أصل الشعار إيراني، يعني لا شرقية ولا غربية، شعار جاء من فكر الخميني الباطني، وكان يقصد به آنذاك هو السيطرة الكاملة على مقدرات الشعب الإيراني وضرب خصومه وشركائه. الخصوم كان في نظر الخميني هم جماعة الشاه، والشركاء هم جماعة الأحزاب اليسارية بشكل عام التي شاركت في الانتفاضة ضد الشاه، وهم حزب تودة وحركة المقاومة الجهاد المجاهدين وغيرهم وحركات النقابية والطلابية وجميعها، فضربهم جميعا واستولى على السلطة تحت هذا الشعار. لم يكن آنذاك يقصد هو الاستقلال ما بين الكتلتين المتحاربتين أثناء الحرب الباردة. أما الصدر فعمل على الاستحواذ على شعارات ثورة تشرين المطالبة بسيادة إعادة سيادة العراق إلى أهله، وبالتالي هم يذهبون دائما إلى إيران. وهناك تسريبات، هناك أيضا شخصية من التيار الصدري في إيران، وهذه التسريبات غير دقيقة، ولكن يقال أن هناك شخصيات وهناك ممثل للتيار الصدري قائم موجود في قم، وهو اليعقوبي المرجع الفكري لهم. يعني فإذا العملية هي عملية متوقعة جدا، أن يذهبوا إلى إيران ويحلوا المشاكل، وهذه الشعارات بالحقيقة غير دقيقة. أليس أمرا يعني غريبا أنه بعد وجودهم في السلطة على مدى عقدين من الزمان إلى الآن يعني هم في طور القصور، وكلما نشبت خلافات بين أطراف العملية السياسية يذهبون إلى إيران؟ يعني هل هؤلاء سيظلون يحتاجون إلى من يوجههم، من يكون وصيا عليهم، وهي إيران؟ بالتأكيد هم يحتاجون هذا، لأنه خلفيتهم الأساسية التي أنشئوا فيها هي خلفية أمنية. هم كانوا مرتبطين بالدوائر المخابرات الدول التي يقومون فيها، فهم أدمنوا على الأوامر وأدمنوا على التعليمات. وبعدين لما أجوا استلموا السلطة، تحولت السلطة إلى يعني إلى عملية ملء الجيوب والمصالح الشخصية وشخصنة الدولة إلى أهوائهم ونفوسهم المريضة وسرقة أموال العراق. فكل هذه الفترة خلال 18 سنة هم لم يكونوا سياسيين، وكل المراقبين يقولون لا وجود للسياسيين في العراق، قصدي أقصد السلطة الحاكمة، يعني لا وجود لهم سياسيين. هم إصابة تسرق من الأموال وتلتهي بالسرقة والقتل وغيرها، فلم تبني نفسها لا سياسيا ولا غيرها. السياسة بالفهم الصحيح هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتدور حول الحكم. يعني هم لا يفهمون بالحكم ولا يريدوا يفهموا بالحكم، هم يفهموا بالسرقة واستغلال النفوذ، لأنهم أصلا تربوا على التربية بأحضان المخابرات الأجنبية. هذه هي الأسس التي تبنوا عليها، فلذلك ترى الواقع السياسي عندهم واقع هش ومريض وغير قادر على حل أبسط المشاكل الموجودة بالعراق. طيب، هنا التوجيهات الإيرانية، ما هي توقعاتك لمدى تنفيذها على أرض الواقع؟ بالطبع يعني سيكون هناك طرف يعني مستفيد وطرف غير مستفيد، يعني إن كان هناك توجيهات إيرانية فعلية، هل إلى أي مدى تتوقع أن هذه التوجيهات ستطبق بحذافيرها؟ تطبق بحذافيرها، لأن إيران هي التي جندتهم، هي التي شجعتهم، هي التي دفعتهم، وهي التي تأمرهم، وهم أيضا يعتبرون أن إيران هي خط الرجعة الأخير بالنسبة لهم، لأنهم يعرفون نقمة الشعب العراقي عليهم، الشعب العراقي يرفضهم رفضا قاطعا، فأي متغيرات هم يحتاجون إلى
خط رجعه وهو الذهاب الى ايران، لا يستطيعوا حقيقه الذهاب الى دول اخرى، لان يعرفون انه اذا هناك صار متغير لصالح الشعب العراقي ستكون القوى الساحه الدوليه ساحه للشعب العراقي، ممكن مقاضاه اي شخص من عندهم اينما ذهب سيتابعه الشعب العراقي، لكن اذا ذهب الى ايران فهذه هذا التصور اللي موجود عندهم يجعلهم ملزمين بتطبيق ما تطلبه منهم ايران. الميليشيات هددت اكثر من مره ان اياما عصيبه تنتظر العراق، كيف تنظر الى هذه التهديدات؟ متى ما كان العراق لا يمر بظروف صعوبه منذ وجودهم، يعني المشكله بوجودهم، كل ما موجود في العراق، وهذا التهديد ليس الاول على الشعب العراقي، في كل ازمه هم يهددون الشعب العراقي، في كل ازمه يسيحون يفجرون يقتلون يسجنون يخطفون، هذه هي هو اسلوبهم في التعامل، لانهم فاقدين البوصله السياسيه الوطنيه، لا يمتلكون يعني عقل وطني او عقل سياسي حتى يتعاملوا مع الشعب باخذ ورد معه، فلذلك هم يعني بالتاكيد هو الهاويه، وجودهم هو وحده هو هاويه، فاي هاويه بعد اكثر من مما وصل اليه الشعب العراقي، لا خدمات، لا صحه، لا اقتصاد، لا امن، لا استقرار، فوضى، يعني كل هذه هي هذه الهاويه، بوجودهم ستبقى الهاويه. كيف تفسر الأستاذ عبد الله أنه تنطلق من هنا وهناك من خلال عن طريق يعني برلمانيين عن طريق ميليشيات بأن هناك تهديدات بحرب أهلية؟ حقيقة لا توجد حرب أهلية، يعني هم اقتادوا الحرب ضد الشعب العراقي منذ مجيئهم إلى اليوم، الحرب الأهلية بتفسيرها أن تكون بين أطراف اجتماعية معروفة لها كتل واضحة، هو الحرب الأهلية يقصدون حربهم هم ضد الشعب العراقي، لا توجد حرب أهلية اليوم، هم حاولوا دق أسفين ما بين الطوائف الشيعية على جعلها حرب أهلية، ولكن بالأخير انتهت، وإحنا نشوف ساحات تشرين ألغت يعني الطائفية بمفهومها السياسي الموجود ما بين الشارع العراقي، والشارع العراقي رفض الطائفة، فلا توجد حرب أهلية، هم يقصدون حربهم هم ضد الشعب العراقي وليس حرب أهلية. هل من مصلحة إيران أن يتفجر الوضع في العراق في أقل من دقيقة؟ هذا يعتمد بالتأكيد على المفاوضات في فيينا، لمصلحة إيران الفوضى دائما، هذه لمصلحة إيران، لمصلحة أمريكا الفوضى دائما، حتى يبقى هذا النظام الهش وتبقى ميليشياتها متربعة بالعراق، أما الانفجار وعدم السيطرة على الأوضاع هذا يعتمد على نتائج المفاوضات القريبة القادمة في فيينا، لأنه إذا ما رادت أمريكا أن تخرج إيران تماما من العراق وفق اتفاقات، ولو لحد الآن التسريبات تقول ليس هنالك من هذا شيء، ولكن إيران لا يهمها بعد إذا خرجت، لا يهمها أن تخرج الأمور من السيطرة، وتوقعاتنا كثيرة أنه لا توجد هناك يعني انزلاقات أكثر إذا ما خرجت إيران من العراق، لأنه هذه الذيول ستعمل فوضى بالبداية وتقتل كم نفر وتفجر لها كم سيارة وتهرب، فلذلك بعدين يعني هي العملية لصالح الشعب العراقي بكل الأحوال رغم التضحيات. نعم، عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.